يوماً بعد آخر بتنا نشهد الأردن يصعد من نبرته الإعلامية والسياسية تجاه نظام المخدرات في دمشق، حتى وصل في آخر مواقفه إلى تشكيكه بقدرة سيطرة الأسد على البلاد والتحكم بطرقها ومرافقها. هذا التطور الملحوظ في خطاب المملكة تجاه نظام ميليشيا أسد ظهر عقب اجتماعات ومباحثات ماراثونية أجراها الملك عبدالله الثاني ووزير خارجيته أيمن الصفدي مع مسؤولين أوروبيين وغربيين وروس وإيرانيين على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك قبل أيام. كان لافتاً في تصريحات الملك والوزير مع المسؤولين الغربيين تلميحهما إلى ضرورة حل مسألة اللاجئين وملف المخدرات بطرق جديدة، بعد تأكيدهما على أن كل الوعود والتواصلات واللجان الأمنية والسياسية وحتى مهام لجنة التواصل العربية مع بشار أسد فشلت جميعها بعد نكث الأخير وعوده وعدم تقديمه تنازلات في كل المبادرات التي عرضت عليه. فهل يلجأ الأردن لخيارات بديلة كالتي ألمح لها في مباحثاته الأخيرة لوضع حد لما يهدده بما فيها خطر تهريب المخدرات؟ لكن كيف ومتى؟ وما هي تلك الخيارات البديلة إن صحت طبعاً؟ والتي بحسب البعض ستأخذ طابعاً أمنياً وعسكرياً بين الأردن وشركائه الدوليين؟ فهل ستكون الولايات المتحدة أحد تلك الخيارات؟ خصوصاً بعد ورود أنباء عن خطة أولية أردنية عرضت على البيت الأبيض لشن ضربات عسكرية على منشآت ومعامل الكبتاغون في سوريا. فما صحة هذه الأنباء؟ وإلى أي مدى يمكن أن ينجح الأردن في إقناع الولايات المتحدة وغيرها من دول المجتمع الدولي في مساعدته على تنفيذ خطط بديلة أمنية كانت أو عسكرية يستطيع من خلالها تبريد مخاوفه وضبط حدوده وإنهاء تهريب المخدرات؟ حقيقة كثيرة هي الأمور والأسباب التي تدفع المملكة إلى وضع حد لمخاوفها ومهدداتها التي تصاعدت من آفات أسد وإيران، لكن هل المجتمع الدولي جاد في مساعدتها وإنقاذها من مخاطر المخدرات وحتى أزمة اللاجئين؟ ألم تتعاظم إمبراطورية المخدرات في سوريا على عين ومرأى المجتمع الدولي؟ ماذا فعلوا غير إصدار قوانين شكلية لم يظهر منها أي أثر على أرض الواقع حتى الآن؟ فعلى ماذا وعلى من يعول الأردن اليوم؟ وما هي خياراته البديلة؟ وهل فعلاً وصل لقناعة أخيرة بعدم جدوى التعامل مع أسد وطوى نهائياً أبواب المبادرات والعروض؟